السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكل متابعين قناة أكلنا بالمصري. معكم هويدا محمود، وإن شاء الله النهاردة حابة أقدم لكم الوراك المحشية بالرز أو الحمام الكذاب بطريقة سهلة قوي بسيطة. إن شاء الله النهاردة مش هنلفه في ورق الفويل، مش هنحطه في الكيس الحراري، هنسويه بطريقة بسيطة قوي، وكمان مش هنربط الوراك. يعني في طريقة كده بنربط الوراك عشان الحشو ما يطلعش. النهاردة هنستخدم طريقة بسيطة قوي، يلا بينا نشوف عملناه ازاي، ونسمي الله ونصلي على الرسول. وانا معايا 5 قطع من الوراك، انا خلياها من الاول ومتبلاها وشلتها في الفريزر متبلة. لو احنا هنعملها لاول مرة ان شاء الله هتلاقوا رابط في صندوق الوصف لطريقة خلي الوراك، وانا قدمت اكتر من فيديو ازاي نخلق الوراك بطريقة بسيطة قوي. الوراك عندي فكت من التجميد ومتبلة جاهزة، وهنعمل الرز على طول. شوية زيت حلوين كده، معاهم معلقة سمن بلدي في الطاسة، وبصلاية بحجم كبير هنبشرها بالمبشرة او هنقطعها لمكعبات رفيعة جدا. هنبتدي نشوح البصلة مع السمن والزيت لمجرد بس ان البصلة تدبل. نحط معاها 2 ورق كده من اللوري علشان يبقى الرز ليه كده طعم وريحة حلوين، وننزل بمقدار الرز اللي احنا عايزينه. احنا ممكن نعمل مقدار رز للوراك بس، والورك الواحد بياخد 1/2 كوباية صغيرة من الرز. لو احنا عايزين نعمل رز للتقديم فهنزود الكمية. بعد ما شوحت الرز كمان مع البصل، قلبته كده 2 تقليبات، حطيت له الملح ونص معلقة صغيرة من القرفة، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وزيها من بهارات الفراخ او 7 بهارات لو احنا ما عندناش بهارات الفراخ، وربع معلقة صغيرة من الحبهان الناعم. لو ما عندناش الناعم ممكن نستخدم السليم بس ندور عليه ونطلعه بعد الرز ما يستوي. 1 كوباية من المية، وهسيب الرز يتشرب المية دي. احنا عايزين نسويه نسبة كده بسيطة، مش هنسويه تسوية كاملة، فهنحط 1 كوباية من المية، لازم نحطها سخنة، ونسيب الرز لحد ما يتشربها بالشكل ده. انا هسيبه 1 دقيقة كمان لحد ما يعني يدخل في سوى حاجة بسيطة كمان، هيكون بالشكل ده. الرز هنلاحظ ان هو مش مستوي قوي، بس احنا بنديله مرحلة كده من التسوية بسيطة علشان الوراك ما تاخدش وقت كتير، والرز كمان مبقاش ناشف جواها. الوراك كده خلاص جاهزة، نبتدي بقى نحشي على طول. انا دايما بفضل ان انا اخليها واتبلها، بتبقى كده شاربة التتبيلة وطعمها احلى بكتير. ده في حال ان انا هشيلها في الفريزر. لو انا لسه جايباها فبخليها وبتبلها وبسيبها في التلاجة شوية متبلة، بعد كده ببتدي ان انا احشيها بالرز او بالفريك او باي حشو احنا بنفضله. الرز سبته يهدى شوية من الحرارة، وحطيت كمية في القلب بتاع الورك من جوه، بحاول ان انا ادخله لحد العظمة اللي هي احنا طبعا واحنا بنخليه بنسيب اللي هي العظمة اللي عند القرقوشة اللي فوق خالص دي، وهي دي بس اللي بنسيبها، والباقي كله مبيبقاش فيه عظم خالص. كل الحكاية بقى ان احنا نحط مقدار الرز المعقول، ما نحاولش ان احنا نكبسه قوي لان الرز طبعا لسه هيزيد. وبنمسك الجلد بتاع الورك ونبتدي نقفله مع بعض، هنقفله بالخلة، ودي طريقة سهلة قوي ومضمونة. لو انت اول مرة تعملي الوراك فاستعملي الخلة، هتبقى احسن بكتير قوي من احنا نربطه بالدبارة بتاعت اللحمة او ان احنا نلفه في الفويل، لان ناس كتير قوي بتقلق من الفويل. انا من 3 سنين قدمته بالفويل، وناس كتير قالت لي بلاش بيتفاعل مع اللحوم، فما بقتش اعمله. ولو لو حبيت ان انا اعمله فبحط ورق زبدة وبعد كده بلف عليه الفويل. لكن طريقة النهاردة بسيطة قوي، مش هتاخد مننا وقت، وان شاء الله هتبقى مضمونة معاكم جدا. لكن اهم حاجة ان احنا ما نكبسش الورك بكمية كبيرة من الرز، يعني نحط كمية معقولة علشان لما يستوي ياخد حجمه والجلد بتاع الورك ما يطقش وهو بيستوي. بنحاول ان احنا نجيب الجلد من الجناب ونقفل باحكام، يعني لو في حتة فيها فتحة كبيرة بنقفل عليها برضو بالخلة. انا زي ما حضراتكم شايفين كده بجيب كل الجوانب اللي هي مفتحة، وبحاول ان انا اقفل كل الفتحات دي باحكام. انا كملت 1 كمان علشان نشوف الطريقة بكل تفاصيلها. بقفل الاول من فوق، وكل الفتحات اللي تحت دي بلمها على بعض وبقفل عليها تاني بالخلة.
في طريقة اللي هي الفويل، بنلف الورك في ورق الفويل من غير ما نقفله خالص بالخلة، وبنحاول ان احنا نضغطه كويس ونقفل عليه من الجوانب. وفي طريقة باللي هو الخيط بتاع اللحوم، وفي كمان اللي هو في الكيس الحراري، بس في احيانا بيفتح مننا، فطريقة الخلة دي كويسة قوي، مش هتفتح ان شاء الله. وانا بحشيم حط حلة، المية بتاعتها تغلي على النار، بنفض الرز الزيادة من عليه من بره، وببتدي انزله، بس نحاول ننزله على الجزء اللي احنا مقفلينه بالخلة. هننزل الخمس وراك في المية السخنة، وهنبتدي بعد كده نحط معاها كل الحاجات بقى اللي احنا عايزينها، البصل، اللوري، الحبهان، فلفل اسود، ممكن نحط الفلفل الاسود الحصى، لو ما فيش هنحط الناعم. دي كل الحاجات اللي احنا هنحطها مع الوراك، هو طبعا بيتبل، وانا ممكن ابقى مش محتاجة احط الاضافات دي كلها، لكن لو احنا عاملينه بشكل سريع وما لحقش يتبل كويس، فهنحط الاضافات دي في الشوربة علشان يبقى الوراك ليها طعم حلو. ده مقدار الرز اللي انا هقدم بيه، فهنكمل تسويته علشان اقدمه تحت الوراك بعد ما تستوي وندخلها تحت الشواية، فهحط له برضو مقدار من المية وهسيبه يستوي. ومحضرة جزر وبطاطس مكعبات وبصل شرايح علشان هنعمل خضار نقدمه جنب الوراك. معايا برطمان من البسلة اللي كنت حافظاها في محلول حفظ، دي انا شايلاها في التلاجة وساعات بشيلها بره التلاجة، انا هستعمل برطمان واحد. حطيت البسلة في الصفاية وهغسلها كويس قوي، وهشوح البصل في معلقتين من السمنة او ممكن معلقتين كبار من الزيت حسب ما احنا بنحب. هدي البصل تشويحة بسيطة وهنزل معاه البسلة بعد ما صفيتها من المية، انا غسلتها بس طبعا المحلول ده فيه خل وفيه ملح، فانا بغسلها. وما نحاولش ان احنا نحط ملح في الخضار كله، لان البسلة عندي هنا مملحة شوية، فنقلل مقدار الملح. شوحت البسلة شوية وهنزل عليها بالجزر والبطاطس المكعبات، وبرضو هنشوحهم كلهم مع بعض. احنا هنعمل الخضار ده من غير صلصة، وهيكون مناسب قوي نقدمه جنب الوراك والرز اللي احنا عملناه بالقرفة. حطيت لي الخضار كبشتين من الشوربة وهسيبه يستوي على نار متوسطة. دي كده الوراك استوت خلاص، اتسلقت، قعدت نص ساعة في الحلة، في اول 2 3 دقايق المية بتغلي على نار عالية، بعد كده خليت النار اقل من متوسطة وسبتها تكمل التسوية بتاعتها. معايا بقى معلقة من السمنة، معلقة صغيرة، وعصير نص ليمونة، بس مش كتير، مش هنعصره كله، وشوية من الفلفل الاسود رشة بسيطة، ومعلقة صغيرة من الصويا صوص. ودي الخلطة اللي هدهن بيها الوراك علشان تاخد لون ذهبي قوي كده وبيلمع تحت الشواية. احنا ممكن ندهن الوراك بفرشة من السمنة بس وندخلها تحت الشواية، او نحمرها في الزيت، بس انصحكم انتوا تحمروها الاول وهي بالخلة، يعني انا لحد دلوقتي لسه ما شلتش الخلة، انا هشيلها في الاخر خالص عند التقديم. لو خايفين ان الطاسة تكون تيفال وتتجرح، فهنشيل الخلة ونبتدي نحمرها في الزيت. بس لو في اي رز بره هنحاول برضو ان احنا ننفضه من عليه قبل ما نحمره. انا بعد ما دهنتها بالصويا والسمن دخلتها تحت الشوايه واخدت اللون الهايل ده، لونها جميل جدا، ذهبي بلون كده يفتح النفس، وكمان بتلمع بشكل حلو قوي. انا دايما بستخدم الخلطه دي في دهان الفراخ، الوراك، في حاجات كتيره قوي، والبط كمان والحمام، بيديني نتيجه هايله. الرز استوى، الحمام الكداب او الوراك المحشيه خلصت، والخضار كمان. طريقه النهارده سهله وبسيطه، ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم جدا. السلام عليكم ورحمه الله.